فخر والاعتزاز ان انا اكون متواجد في جامعة سوهاج، لان زي ما حضراتكم عارفين اي محافظة بلا جامعة هي بلا منار التنوير، هي بلا قاطرة للتنمية. فانا الحقيقة سعيد جدا ان انا اكون في جامعة سوهاج النهاردة. اهمية دور كلية الطب والمستشفى الجامعي في تقديم خدمات طبية لاهالي الاقليم، وانا اعتز بهذا الدور، وانا اعتز بان لدينا في جامعة سوهاج من الكوادر الطبية المتميزة التي جعلت محافظة سوهاج وجامعة سوهاج منبرا يتوجه اليه معظم المرضى والذين يحتاجون الى العلاج. دكتور احمد فاروق رئيس قاعدة شرف التأمين الصحي، شرفنا وكان من التعاون بين الجامعة والتأمين الصحي، نتمنى ان ندوم هذا التعاون. أسر الضيوف أعضاء الجمعية المصرية لأمراض وزراعة أسيوط وقنا وأسوان على المشاركة البناءة معنا هذا اليوم، أستاذنا الأستاذ دكتور هاني الأستاذ دكتور محمد عباس وجميع أعضاء الجمعية وقسم الكلى بأسيوط. أسر الضيوف مع الجمعية التي يقود مسيرة متميزة لأنشطتها العلمية. الأخ العزيز الأستاذ الدكتور حسين الشريشة الذي اعتز كثيرا باني اصبحت قريبا منه، اما اقابله في سوهاج او في المنصوره، فهو ابن من احسن مدارس الطب في مصر، مدرسه الطب المتميزه بجامعه المنصوره، والتي شرفت ان كنت عضوا في زياره تجديد الاعتماد لها في العام الماضي، وتقابلت معه على ارض كليه طب المنصوره، كما عهدته دائما دينامو في مؤتمرات الجمعيه، ايضا كان دينامو اثناء تنفيذ انشطه وفعاليات زياره اعاده اعتماد الكليه. في عنده حب عطاء ومثال يحتذى به في ان هو يجمع شمل كل من حوله ويخلوهم يحبوا العمل اللي بيقدموه. طبعا هو ده نموذج للتعاون والاقدام على تقديم الخدمه باخلاص لخدمه اهله وتقديم خدمه متميزه في محافظة سوهاج، وله تأثير مش بس على المحافظة، على المجتمع الكلى في كل أنحاء مصر. طبعا احنا بنهتم جدا بتقديم الخدمة للتشخيص والعلاج وخدمة المرضى المصابون رئيس وزارة الصحة دكتور أحمد فوزي نقيب الأطباء، دكتور أحمد فرون التأمين الصحي، أساتذة المجلة الأستاذ دكتور محمد علي التهاني استاذنا وصاحب افضل علينا، والاستاذ الدكتور محمد عبد الصبح استاذ امراض الباطنه اساتذه امراض جامعه اسيوط. علشان ما ننساش لجميع الاخوه الزملاء الاستشاريين وجميع الاخوه الافاضل المشاركين في المؤتمر، يسعدني ان ارحب بكم في هذا المؤتمر الكبير. ان التقدم المتسارع في مختلف العلوم الطبيه يستدعي تكثيف تنظيم المؤتمرات والورش في وحدة الكلى في سوهاج، حتى فريق التمريض في سوهاج بس عزة وآخرين يعني نجح إنه يعمل حالة معنوية فريدة تستحق أن النموذج يحتذى به في جميع مش محافظات الصعيد، في جميع القطر المصري جميعا، يعني لأن حالة جميلة، لأن بالحب نستطيع أن نسمو وبالحب نستطيع أن نرتقي، لأن العلم موجود، ومع الحب الناس بتجود وبتطلع أحلى ما عندها. طبعا ده كان صورة العام الماضي، السادة الأساتذة العظماء اللي جم من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية للمشاركة في فعاليات النشاط العلمي.